أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا العدد الجديد من برنامج المغاربي الذي يأتيكم عبر قناة المغاربية في لندن. نطرح فيه اليوم قضية الهجرة والمنتدى الأخير الذي حصل هذا الأسبوع، منتصف هذا الأسبوع، في ليبيا بحضور إفريقي وأوروبي. هذا المنتدى للهجرة اختتم، وعنوانه المنتدى الهجرة عبر المتوسط، اختتم أعماله في ليبيا هذا الأسبوع بمشاركة 28 دولة إفريقية وأوروبية ومنظمات دولية معنية بملف الهجرة غير النظامية. في المنتدى اتفق الحضور على أن حل أزمة الهجرة غير النظامية يبدأ من البلدان الأصلية، فالدول الإفريقية تعاني من أزمات اقتصادية وجوع بسبب ويلات الاستعمار ونهب الثروات ماضيا وحاضرا، إضافة لغياب الديمقراطية وثقافة الحوار. لماذا يراوح ملف الهجرة لحد الآن، الهجرة غير النظامية طبعا، يراوح مكانه منذ سنوات، وما أسباب عجز الدول المعنية عن تقديم حل قابل للتنفيذ، وما دور أوروبا تحديدا في وقف الهجرة، وهل أن المقاربات المطروحة تفي بالغرض لحل هذا المشكل المزمن؟ للتعليق على هذا الموضوع سينضم إلينا مجموعة من المعنيين والمهتمين بهذا الملف. أبدأ بالترحيب بالموظف بوكالة غوث اللاجئين في إيطاليا من مدينة نابولي تحديدا، الأستاذ نصر الحدوري. مرحبا بك أستاذ الحدوري، شكرا جزيلا لقبول الدعوة والمشاركة معنا. إذا مؤتمر أو منتدى ليس الأول هو حقيقة في هذه المنطقة، سبقه منتديات واتفاقات كذلك بين أوروبا وإفريقيا، أوروبا ودول شمال إفريقيا في تونس وفي غيرها. ما الذي يختلف برأيك، أو ما الذي قد يختلف برأيك في هذا المنتدى الأخير الذي عقد في ليبيا؟ مرحبا، تحية طيبة لك سيدي العزيز ولفريق البرنامج ولكل المشاهدين. الموضوع فعلا موضوع مهم جدا، وخصوصا ما لمسناه في الانتخابات الأخيرة في فرنسا وفي بريطانيا. هذه الانتخابات التي ألقت بظلالها السياسية والاقتصادية على القارة العجوز وعلى القارة السمراء. هذا الاجتماع الحقيقة يعني هو محطة أخرى من محطات العجز، حيث أن أوروبا التي تتغنى بحقوق الإنسان إذا جلست على الكراسي في مؤتمرات وفي منتديات في بلدان القارة السمراء تضع مصالحها فوق كل اعتبار ولا تلقي اعتبارا لحقوق الإنسان. نحن نرى أن دول الطوق، ما يسمونها بالدول الحاجز، مصر وليبيا وتونس والمغرب والجزائر، التي تعتبرها أوروبا يعني حاجزا وحائطا وسدا منيعا ضد هذه الهجرة التي تزايدت في السنين الأخيرة، إلا أن ما تقدمه أوروبا من أطروحات وما تقدمه من مساعدات ليس يعني حقيقيا كمساعدات وليس إنسانيا من حيث العمل. عندما نرى أن الهجرة ما زالت يعني طبعا بنسبة أقل، ولكنها ما زالت هناك تدفقات كبيرة، نعم، إلى هذه الضفة، ونلمس يوميا دخول هذه القوارب المتهالكة إلى إيطاليا، إلى اليونان، والبعض الذي أحس بأن هذه القوارب يعني صارت مراقبة جدا. هناك خط جديد وهو خط تركيا ثم دول البلقان، نعم. هذا كله يعني يضع الحواجز الكبيرة أمام هؤلاء. ثم الحقيقة أن المناخات السياسية في هذه البلدان في حد ذاتها يعني تلقي بظلالها وتوحي بصعوبة كبرى، خصوصا ما بين تونس والجزائر. تصل إلينا الأخبار من هناك إلى طيب، أن لكن نصر، عذر على المقاطعة،
يعني تقول الهجرة ربما عدديا خفت، لكن الأرقام ما يعلن عنه ليس هو الرقم الحقيقي، أكيد في أرقام كثيرة لا يعلن عنها. والآن موسمها طبعا هذا الصيف وحرارة الطقس موسم الهجرة غير النظامية باتجاه جنوب أوروبا، لكن المنتديات هي نفسها كذلك تتكرر من دولة إلى دولة، اتفاقيات هنا وهناك، لكن الحال هو نفسه. ما الذي ينقص إذن في مثل هذه المنتديات؟ يعني يبدو أنها ليست فاعلة حقيقة. يعني هذه المنتديات العالمية هي دائما هي منتديات الوعود، أعدك بمبالغ معينة، أعدك بأن أمنحك رد الطرف عن التجاوزات والانتهاكات في بلادك، أعدك بأن أساعدك في مثلا في تونس في النجاح في انتخاباتك، أعدك بأن أجعل يعني وطأة وجود حفتر في بنغازي أقل على غرب ليبيا وغيرها من البلدان، لأن البلدين الأكثر يعني عبورا للمهاجرين هما هذان البلدان، لأن الجزائر تصب في تونس. فهذه الوعود عند ملامسة الواقع يجد هؤلاء أن المساعدة غير موجودة، لأن الذي هو المساعدة. أستاذ نصر، على ذكر وتدعيم لكلامك، في هذا المنتدى الأخير كان هناك اجتماع لرؤساء الحكومات وغيره، واجتماع آخر ثاني لوزراء الداخلية، فوزير الداخلية طرابلسي الليبي يتحدث على أن وعود أوروبا بدعم كذا مليون يورو لم تصل، وأنه ما وقع إنفاقه فقط هو من خزينة الدولة الليبية وصل حوالي 300 مليون يورو تقريبا، في حين أن أوروبا وعدت بالكثير ولم ترسل إلا 30 مليون دولار. ففيه فعلا فيه مشكل كذلك حتى في دعم هذه الوعود وهذه البرامج من أوروبا. وكذلك في تونس هذه الأموال المرصودة كانت الحكومة التونسية أو الرئيس التونسي، لأنه هو الكل في الكل، وكان الشعب التونسي ينتظر أنها تكون مساعدات من أجل حل المسألة الاقتصادية، فما راعنا إلا وهذه المساعدات هي لشراء المناظير الليلية التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء وفوق الحمراء، وللقوارب ولتسليح وتجنيد هؤلاء الحراس حراس الحدود، فهي كلها نفقات لا تصب في مصلحة هذه البلدان. إن التشكيات يعني هو ليس الوزير الداخلية الليبي فقط، حتى الوزير التونسي يعني بشيء من الاحتشام قد عبر عن ذلك، أنه فعلا هناك يعني نفور شعبي وهناك يعني تذمر كبير من أن تونس قد صارت مصبا لهؤلاء وقد يعني تدفق فيه، حتى أولئك الذين تعيدهم تونس إلى الوراء يصلون إلى الجزائر ويعودون إلى تونس. تونس مثلا الآن صارت فيها مشكلة من العنصرية، نبعت عندنا عنصرية، لو أكيد أنتم تتابعون مواقع التواصل الاجتماعي، يعني أنا أنظر إلى أصدقائي الذين عشت معهم في الثمانينات وأفكارهم متنورة وناس يعني متسامعون، صاروا اليوم بحكم الواقع الذي يعيشونه الآن والتضخيم الإعلامي وخطاب رئاسة الجمهورية الذي هو خطاب عنيف يدعو إلى الكراهية، في كل هذا جعل المواطن التونسي يتأثر ويصير يعني إنسان حقيقة. وحتى مواقع التواصل الاجتماعي نقلت شبه خلاف هكذا علني بين الرئيس التشادي وبين رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني، الحشاني التونسي ينفي وجود عنصرية في تونس، والرئيس التشادي يقول بالعكس، أنتم في دول شمال أفريقيا عندكم عنصرية وليس لديكم احترام لحقوق المهاجرين وتعاملونه بشكل. فواضح أن هناك إشكال يصل صداه إلى إفريقيا وليس هناك طبعا حل لذلك. سأعود إليك أستاذ نصر بعد قليل، أرحب فقط بانضمام الضيوف الآخرين من تونس، السيدة فاطمة كمون الناشطة في المجتمع المدني، أرحب بك سيدة فاطمة وشكرا لالتحاقك بنا، ومن الرباط رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان أستاذ عبد الإله الخضري، أرحب بك أستاذ عبد الإله، شكرا جزيلا كذلك لقبول الدعوة والحضور معنا. وأبدأ معك السؤال أستاذ، هذا ملف الهجرة منذ عقود ممكن نقول وهو مطروح، ومنتديات كثيرة تطرح حلولا وأفكارا وما شابها، ولكن الأعداد
في ازدياد والأرقام تتحدث عن ذلك، وبالتالي ليس هناك من حل. أين الخلل برأيك في المقاربات المطروحة لحل أزمة الهجرة غير النظامية؟ أهلا وسهلا بكم وبضيوفكم الكرام وبمشاهدكم. مرحبا. طبعا لما نتحدث عن الهجرة ينبغي أن نستحضر أن نتحدث عن أزمة بنيوية بالدرجة الأولى، بمعنى أن الأزمة هي أزمة ظروف عيش، أزمة اضطهاد، أزمة وضع يدفع بالكثير من المواطنين دول جنوب البحر الأبيض المتوسط إلى هجرة بلدانهم من أجل البحث عن فرص حياة كريمة وفرص شغل. وهذا الوضع هو وضع بنيوي بالدرجة الأولى. نتحدث عن أزمات في بعض الدول، قد تكون أزمات عابرة كما يقع في ليبيا، وثم قد تكون كذلك أزمات بنيوية تتعلق بوضع الوضع السياسي والاقتصادي بصفة عامة في بعض دول إفريقيا. فبالتالي هذه الأوضاع إنما هي أوضاع ذات ظروف مزرية جدا لا تشجع على الاستقرار وعلى الأفاق الحياة الكريمة مما يمكن معه اعتبار أن الدافع للهجرة هو دافع قوي، بحيث أن أستاذ عبد الإله أستاذ عبد الإله الشباب نعم أستاذ اسمح لي على المقاطعة، سؤالي لم يكن عن الدوافع، سنأتي للحديث عن الدوافع، سؤالي عن المقاربات المطروحة في مثل هذه المنتديات المتكررة تقريبا كل سنة ربما أكثر حتى من منتدى رسمي وغير رسمي، لم تقدم حلا. وين المشكل بالضبط؟ يعني لماذا تفتقر هذه المقدمة هذه المنتديات إلى حلول ناجعة؟ ببساطة لأن كل ما يتم تداوله ومناقشته في هذه المنتديات لا ينفذ إلى عمق الإشكالية ولا يناقش جوهر الإشكال. وبالتالي من الطبيعي أن الحديث عن المشاكل بشكل سطحي لا يعطي حلولا حقيقية. لذلك أنا أقول كما أكدت لك سلفا بأن الإشكال البنيوي يتعلق بالمنظومات السياسية القائمة والأنظمة الاقتصادية و الأزمات المتراكمة على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي، كلها تراكمات ورثتها هذه الشعوب من مرحلة الاستعمار واستمرت إلى ما بعد الاستقلال، بحيث أن هناك فئة واحدة ضعيفة قليلة متنفعة من هذا الوضع، فيما باقي واضح المواطنين في وضعية متغذية ومزرية وضيق في أفق العيش في هذه واضح. أعود إليك أستاذ عبد الإله بعد قليل، مشكورا، ابقى معي. سيدة فاطمة أجدد الترحيب بك، أسألك عن أسباب فشل مثل هذه المنتديات في حل أزمة الهجرة غير النظامية برأيك، لماذا تفشل كل هذه الملتقيات؟ فقدنا سيدة فاطمة مرة أخرى، نحاول التواصل معها. ناصر الحدوري، هل هناك جدية حقيقة في حل هذه المشكلة خصوصا من الدول الأوروبية؟ أحكي عما لاحظته في الفترة الماضية، يعني الشهرين الماضيين وهما شهراء انتخابات سواء في البرلمانية الأوروبية أو المحلية، يعني البرلمانية القطرية في فرنسا وفي بريطانيا، لاحظنا أن هناك كانت اجتماعات سريعة وإمضاءات سريعة يحاول بها هؤلاء، خصوصا يعني جورجيو ميلوني يعني رئيس الحكومة الإيطالية من أجل نجاح حزبها، وكانت يعني تتطلع إلى إمضاءات على بعض الاتفاقيات بدون أن يكون فيها توضيحات. ولذلك فإنها مباشرة انتهت هذه الاتفاقيات بمجرد أن انتهت الانتخابات، وهذا ما كنت قد قلته في لقاء سابق معكم على قناتكم. فليس هناك وضوح وليس هناك حلول جدية، لا هناك رغبة. هل يمكن القول أن بعض الحكومات الأوروبية توظف
مشكل الهجرة فقط من أجل أهداف سياسية وانتخابية لا غير، وهم في نفسهم غير صادقين في البحث عن حل لذلك؟ مع الأسف هذا أساس، هذا هو الأساس. أضف إليه هو اختلاف وجهات النظر في البلدان، في البلدان المشكلة للاتحاد الأوروبي حول هذا الأمر. وأحيانا تشتكي دول ضفة البحر الأبيض المتوسط من عدم مبالاة بقية الدول مثل ألمانيا وهولندا وبلجيكا وغيرها. صحيح. من الدول يعني التي لا تمثل دول حوض البحر الأبيض المتوسط، هناك الكثير من التشكيات. والمشكل الأساسي والكبير هو مشكلة التمويل، التمويل لمثل هذا العمل للحد من الهجرة هو يعني مشكل غير صادق. لكن المفروض أنه نصر، المفروض أنه دول أفريقيا أو شمال أفريقيا تتحاور مع الاتحاد الأوروبي، لا تتحاور مع الدول منفردة، فبالتالي الموقف الأصل فيه موحد يعني الأوروبي. هذا ما رأيناه، والدليل هو ما ذكرتموه سابقا من الخلاف الذي وقع بين رئيس وزير الداخلية التشادي والتونسي، وأن هذه الدول إذا كان احنا نأخذ مثال من تونس، من يقابل رئيس الحكومة الإيطالية؟ من يتكلم؟ هو الرئيس التونسي بدون فريق، لأن عندنا احنا لا يملك فريقا. الرئيس التونسي هو الناطق باسمه وباسم الشعب، يعني الناطق باسم الشعب، فما الذي سوف نراه منه؟ حتى عندما نقرأ البيانات التي تخرج عن وزارة، عن الرئاسة التونسية وعن رئاسة الحكومة الإيطالية، نجد اختلافا كبيرا بين ما يصدر هنا وما يصدر هناك. هذا يصدر ما يخدم مصلحته على صفحة الرئاسة في تونس، وذلك ينشر أيضا ما يصلح له. وفي النهاية يعني فعلا التشكيات هي حقيقية، الأموال لم تضخ، والحوار لأن ما ينقص لأجل أن يكون هناك حل جدي هو الحوار مع الشعوب. هناك يعني هناك قضية كبرى، وأننا الآن يعني أوروبا وبالتعاون مع دول حوض البحر المتوسط الأفريقية، هناك نشر للكراهية، هناك نشر للعنصرية، هناك تحريض على القتل، هناك بل هناك قتل. وإذا وقع حادث منفرد يعني ينسب إلى الجميع، وقد حادث في العامرة، وقد حادث في صفاقس، مات خلالها شرطي تونسي رحمه الله. يعني فتوظف هذه الأشياء لا لمعالجة المشكلة، وإنما لإيجاد ما يدعم هؤلاء الأفارقة. يجب أن يعودوا إلى بلدانهم وهمامجهم كذلك. واضح. أستاذ عبد الإله، مما قيل في هذا المنتدى هذا الأسبوع في منتدى الهجرة عبر المتوسط في ليبيا، أنه حل الأزمة، أزمة الهجرة غير النظامية، يبدأ من الدول والبلدان الأصلية المصدرة لهذه الهجرة. طيب كيف نفهم هذا الكلام؟ يبدأ من بلدان الأصلية، والبلدان الأصلية نفسها يتم كما قال رئيس الحكومة دبيبة، رئيس الحكومة الليبية دبيبة، يتم نهبها واستغلال ثرواتها وعدم تقديم أي مساعدة لها، فبالتالي كيف يحل من البلدان الأصلية؟ هو يبدو ظاهريا على أن الأمر يتعلق بحلول داخل بلدان المصدر، هذا يبدو ظاهريا، لكن حينما تنفذ إلى جوهر الإشكال ترى هذه المعضلة الحقيقية التي تتعلق بوضع سياسي متردي، بحيث أن هناك أنظمة لا تتمتع بالقدر اللازم من الديمقراطية، بالتالي هناك نهب داخلي ثم هناك نهب ممنهج خارجي تستفيد منه هذه الدول التي نقول أن الدول المستعمرة سابقا. هذا الوضع هو جوهر الإشكالية. نحن لا نتحدث عن أفعال حديثة، نحن كان تراكمات جعلت من هذه المجتمعات الإفريقية تعيش على وقع أزمات سياسية وأزمات اقتصادية مركبة، بحيث أن الآن معالجة قضية معضلة الهجرة لا تكتفي الأنظمة بتنسيق مع الدول الأوروبية بالمقاربة الأمنية، بحيث أن حتى لما نتحدث عن التمويل يتم تمويل التدخلات الأمنية، هناك بعض التمويلات المتعلقة بدعم التنمية كلها تمويلات
لا تذهب إلى ما خططت له، بحيث أن المنظومة المؤسساتية في الدول الإفريقية بما فيها الدول الشمال الإفريقية تعاني من ثغرات كثيرة متعددة تجعل من هذا التمويل لا يحقق أهدافه بالمرة جملة وتفصيلا. إذا نحن حين نتحدث عن هذه الدول ينبغي أن تحل مشاكلها بنفسها، كيف لا أن تحل مشاكلها ونحن أمام أنظمة استبدادية، أنظمة فاسدة، وضع مؤسسات فاسد، أنظمة قانونية فاسدة، وضعها الاستعمار. فهذه إشكالية جوهرية في الدول الإفريقية، وهي أن الأنظمة المؤسساتية في هذه الدول هي أنظمة مستوردة وضعها المستعمر لتحقيق أهدافه. أهدافه التي متمثلة في النهب الممنهج والمستدام للثروة وللمقدرات المحلية. وهذه الإشكالية المطروحة الآن. بحيث أن الشباب لا يجد أمامهم الفرص التي من شأنها أن تحقق لهم الحياة الكريمة، ما يدفع إلى البحث عن البديل. أين هو البديل؟ هو الخروج من بلده. طيب أستاذ عبد الإله، نقطة مهمة جدا هذه قد تعود إليك في مزيد الحديث بشأنها، لكن أحاول النصر للتعليق عليها. ما أهمية فعلا عدم وجود حرية ديمقراطية ثقافة حوار في كذلك دفع هؤلاء الشباب خصوصا إلى مغادرة بلدهم؟ يعني نحن عندنا مثال حي على سبيل المثال في الجزائر في فبراير 2019 عند انطلاق الحراك الشعبي، سجلت الجزائر انخفاض كبير جدا في نسبة الحراقة، يعني الخارجين بدون بشكل غير نظامي. حينما بقي الحراك مستمرا كانت دائما نسبة الهجرة ضعيفة. حينما وقع توقف الحراك وعودة النظام السابق للحكم كما هو موجود حاليا في الجزائر، عادت نسب الهجرة المرتفعة، وهم مئات الأشخاص أسبوعيا يحاولون المغادرة باتجاه هذا. فقط مثال عن بلد قريب منا في شمال أفريقيا، وقس على ذلك دول أخرى. وهنا يطرح السؤال، ما مدى أهمية أن يكون المواطن الذي يرغب في الهجرة مدفوعا بدوافع سياسية قد تكون قبل الدوافع حتى الاقتصادية والاجتماعية؟ نعم، هو ما صدر عن المؤتمر من أن الحلول يجب أن تكون من دول المنبع كلام سليم، لكن هم يقصدون به شيئا والأصل يجب أن يكون شيئا آخر. ما يقصدونه هو يجب على هذه الدول أن تحل المشكلة وأن تصد هؤلاء عن المجيء إلى أوروبا، والحقيقة الأمر يجب أن لا يكون كذلك. يجب على هذه الدول أن تغير أسلوب تعاملها مع شعوبها، وأن تقف أمام هذا النهب الممنهج للثروات من طرف دول أوروبا. يعني الآن نحن صرنا يعني الوصول إلى المعلومة يعني ممكن، ونعلم كيف تنهب ثرواتنا، ومن كل دولة ماذا تنهب، ماذا نهبت، وماذا ما زالت تنهب، وما هي العقود التي ما زلنا نعاني، العقود الاقتصادية التي ما زلنا نعاني منها منذ زمن الاستعمار المباشر إلى هذا الاستعمار غير المباشر. كل هذا إذا حل في بلدان التي ينطلق منها هؤلاء المهاجرون ستحل المشكلة. المشكلة هنا مستعصية جدا، لأن أوروبا أحيانا تنتقد السياسات في بلدان الإفريقية. مثلا في أول ما بدأت جورجيا ميلوني رئيس الحكومة الإيطالية في التعامل والتودد إلى رئيس الجمهورية التونسية الحالي، بدأت بالتودد، يعني صارت الأمور كويسة في الأول بينهما. ثم بعد ذلك أول ما جاءت إلى أوروبا وانتقل الرقم من 900 مليون يورو إلى 160 أو 165 ألف بس، بدأت تصريحاته وبدأت التصريحات المضادة من عندها أن هذا الرجل يعني لا يصرح إلا تصريحا للاستهلاك المحلي في تونس. وقس على ذلك الأزمة، فهناك يعني قطبان عالميان يناطح أحدهم الآخر من بين بنغازي وطرابلس وغيرها. أين يمكن أفريقيا تنتفض؟
إفريقيا التي بدأت فيها انتفاضات في بوركينا فاسو، في مالي، في النيجر. هذه القارة بدأت تتخلص شيئا فشيئا من الاستعمار ومن نهب الثروات. وهناك يعني أزمة سياسية في فرنسا، الانتخابات الأخيرة والتي خسر فيها اليمين، هذه بحد ذاتها الآن تطمح الدول الإفريقية أو الشعوب الإفريقية إلى أن تخرج فرنسا من مستنقع التعيينات، لأن ما بعد الانتخابات يعني رجعنا إلى مشكل جديد، حتى يعرف هل يمكن لهذه الدولة يعني فرنسا هي دولة رئيسية في الاتحاد الأوروبي، هل ستتعامل بجدية مع إرثها الاستعمار القديم، أنها سوف تفكر بنفس الطريقة. نحن مقبلون على عالم جديد وعلى خيارات جديدة لدول صارت مثالا في إفريقيا. ابقى معي أستاذ نصر، أعود إليك. سيدة فاطمة، هل تسمعينني الآن؟ نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك سيدة فاطمة كمون، الناشطة في المجتمع المدني معي من تونس. حديثنا عن ملف الهجرة وسؤال بعد هذا المؤتمر اللي كان في طرابلس يوم الأربعاء الماضي متعلق بالهجرة عبر المتوسط. سؤالنا، لماذا تعجز مثل هذه المؤتمرات عن حل حقيقي لملف الهجرة؟ برأيك أين الخلل، وين المشكل تحديدا؟ السلام عليكم. قبل كل شيء، منذ متى هو السؤال، منذ متى والمؤتمرات قادرة على حل أي أزمة سواء كانت سياسية أو اقتصادية؟ المؤتمرات أصبحت وقت أنها أتراح تدف فيها بعض الأوراق، ثم بعد ذلك يعود كل إلى بيته فرحا مسرورا. يعني في الحقيقة لا توجد فقط شعارات، توجد فقط توصيات أو ضغوطات، أو إلا فقط لا حلول أخرى، والدول الفقيرة والدول المحتاجة إلى بعض الدعم الاقتصادي أو إلى بعض المليونات تدير عجلات الاقتصاد محليا هي التي تبقى وفوترة هذه السياسات التهميش والسياسات يعني فرض أمر الواقع كما نعيش الآن في تونس. يعني حقيقة هناك مدينة الآن تعاني من هذه الإجراء غير النظامية، حتى أني استمعت من يومين امرأة تصرخ وقد دخل الوضع إلى الاختصار. يعني حقيقة قلعة الزيتين، منطقة الساقس الثرية بالزيتين أصبحت ملجة، وكأن يعني يقطعون الزيتون لأجل أن يشعلوا النار بحطبها. يعني حتى أن الثروات الغابية وثروات الزيت، ونعرف أنها في الدرجة الأولى أصبحت مستهدفة، وأن تم أن نقله من مكان إلى آخر، فهناك بعض حرق يقال أنه بأيدي أسرقة، إضافة إلى البعض يستفي من نترة من غير ذلك. يعني أن الدول الأوروبية تصير في مشاكلها الاقتصادية والسياسية على حساب الدول الضعيفة. طيب سيدة فاطمة، ضعيفها بطبعها. لما تقول أوروبا أنها تقدم أو تحاول تقديم مبالغ مالية لمواجهة هذا المشكل، هل يكفي تقديم المال وصرفه على هذا المشكل لحله؟ هل يكفي المال لحل المشكل؟ الأموال المصروفة في الأعوام 50 الماضية، هكذا تقول بعض التقارير، في الأعوام 5 عفوا الماضية، لم تحل المشكلة لحد الآن، والمشكل مطروح على طاولة الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من 5 سنوات على الأقل منذ أن طرحته مالطا على الاتحاد الأوروبي، وليس هناك حل. هل يكفي المال، تقديم المال من أوروبا لمثل هذه الدول في حل هذه القضية؟ مستحيل أن يحل المال، لأن ما ينفق وما تعطيه الاتحاد الأوروبي وإيطاليا وفرنسا وغير ذلك لا يكفي حتى لشراء بعض القوارب لإعادة المهاجرين إلى الأراضي التي خرجوا منها وليس إلى أراضيهم. يعني مثلا عندما تقول الأموال التي أعطتها أوروبا إلى تونس، تقول بشراء الزواج أو يعني بتكليف بعض الأعوان ويعني انتداد أعوان جدد بحراسة البحر، فيتم إعادة هؤلاء المهاجرين. أين تتضعهم؟ تتضعهم في المدينة التي هاجروا منها، والتي هي مثلا تونس أو ليبيا أو الجزائر، وبالتالي هم سيصبحون عبئا على هذه الدول، كانوا عبئا على دولهم المنهوبة خيراتها بسبب الاستعمار غير المباشر ونهب الثروات، ليصبحوا عبئا على دول الجوار، على اقتصاد الدول الجوار وعلى الأهالي وعلى يعني خيرات، وجدت خيرات في تلك الدول
وبالتالي تلك الميزانيه التي تعطيها او تمن الدول الاوروبيه عليها للدول شمال افريقيا لا تحل الازمه. الازمه يجب ان تغلق الدول الافريقيه على نفسها وتلغي بقرار سيادي وقرار سياسي تلك الاتفاقات التي يعني بعد مواثيق الاستقلال تلغي جميع الاتفاقيات في نهب ثروات البلاد كتونس مثلا تلغي عقد استخراج الملح او غد الفوسفات او غيرها تلغي جميع العقود بين الدول الاستعماريه والاستعماريه يعني ان تعود خيرات البلدان الى بلدانها الى اصحابها مع مراقبه الرؤساء لانهم سيصبحون اغنياء على حساب شعوبهم ولا تحل المشكله بدورها. أن ندعم الديمقراطية الحقيقية بمزيد من الديمقراطية، أن يكون الشعب هو سيد نفسه، السيادة تعود إلى الشعب، أن تعود الخيرات والأراضي، يعني السياسة لابد أن تنطلق من الشعوب للتصدي إلى حكامهم وإلى طيب. أوروبا التي تستغل كلام مهم سيدة فاطمة السلطة على حساب حقوق الشعوب. هل هذه الهجرة يعني وزير الداخلية الليبي في الندوة يتحدث على أن 120 ألف من إفريقيا جنوب الصحراء يصلون ليبيا سنويا وهم يحاولون رد ما استطاعوا على نفقة الدولة الليبية في كل حالات، هل تشكل هذه الهجرة هؤلاء المهاجرون الباحثون على حياة أفضل يعني حينما يصلون إلى البلدان التي ينطلقون منها ليبيا تونس الجزائر المغرب، هل يشكلون مشكل مجتمعي إضافي مشكل مجتمعي جديد؟ الآن في حديث عن العنصرية وارتفاع منسوب العنصرية في تونس على سبيل المثال، وكان هناك كلام ورد كلام بين الرئيس التشادي وبين رئيس الحكومة التونسية في هذا المؤتمر نفسه. ما هي المشاكل المجتمعية الجديدة التي بدأت تظهر مع وجود ربما هذا الكم الكبير من المهاجرين جنوب الصحراء؟ يعني هو في الحقيقة الأساس أن الجزائر وليبيا لا يعيدونهم إلى بلدانهم بل يتركونهم على الحدود التونسية، وهذا ما رأيناه عبر قبائل التواصل الاجتماعي، عدد كبير من الحافلات قادمة من الجزائر على الحدود التونسية ومن ليبيا على الحدود التونسية. يعني تدفق هؤلاء المهاجرين أصبح على تونس تحديدا أزمة مجتمعية. نعم يعني حقيقة نحن نعاني اقتصاديا، هل يصدق يعني سكان ليبيا الذين يقولون انهم على حساب دفقتهم ان طابور السكر اصبح ثلثه من التونسيين ثلثه من الاسارقه وثلثين تونسيين، حتى اننا اصبحنا نفتقد هذه الماده وكانها ماده عزيزه جدا اضافه الى الارز، ونحن نعلم ان الشعوب الافريقيه تستعمل الارز اكثر من القمح في تونس، يعني الارز في تونس اصبح من البرخ على الطاولة، يعني شيء لا يستطيع نهديه. عندما يأتيك أحد من أفراد من عائلتك من الخارج يأتيك بقه أرز ولا بقه شوكولاتة، يعني أصبحنا الآن هذه المواد يتقاسم فيها الأسرقة. نحن ليس من باب العنصرية كما يعني لأننا نعاني اقتصاديا، يعني أنا مثلا أرفض خطاب العنصري مهما كان، يعني في الأخير نحن نشترك في الإنسانية، ولكن أن يصبح قوت أبناء المهدد فبالتالي هؤلاء أصبحوا عبئا على أسرتي وليس على المجتمع. يعني لأن القوت أصبح مهدد وليس لأنهم هم من لون بشرة مختلف أو غير ذلك، لا، المشكل اقتصادي قبل كل شيء. يعني إذا تحدثنا يعني لم يكن قبل هناك حدود كانت مثلا رحلة الشتاء والصيف وكل شيء يتعلق بجامعة الزيتونة وجامعة الأزهر وكانت الشيء مفتوح، ولكن ليس بمثل هذا الوضع الاقتصادي او بمثل يعني حقيقه ان الاوضاع مختلفه، نحن نعاني ازمه اقتصاديه، نحن نعاني من انهيار العمله. واضح. نعم. اسباب فيزيد هذا ان الهجره غير النظاميه يقل على الدوله وليس انا، يعني هناك خطاب عنصري لا انكره، اتحدث عن نفسي ارفضه، ولكن نسمع يعني من الذين يعانون في منطقه العامره او في منطقه الجبليانه حديثهم عنصري وهذا لا ننكره، ولكن هم يعني ردود فعل على الوضع الاقتصادي وعلى ما يعانونه، يعني حتى قطاع الماء، يعني نحن نعاني من قطاع الماء وهؤلاء يسرقون الماء عندما تفتح الحنفيات وقتيا، يعني بعض الفيديوهات اعود اقول يعني توادير ياخذون الماء الذي اصبح شحيحا، يعني حقيقه الازمه يجب
تحل بشكل هو السؤال سيدة فاطمة، سيدة فاطمة السؤال مطروح أنها تونس ليست لها حدود مع أي دولة إفريقية، وبرغم ذلك تأتي نعم. هذه الأعداد الكبيرة، من يدخل هؤلاء؟ كيف يدخلون؟ هل هناك مافيا أخرى خلف هؤلاء تستفيد منهم ماديا وتغرق البلد مثال تونس بهم؟ هذا أكيد ومؤكد، ورأيناه يعني حافلات هذه المافيا لم تعد شاحنات كما كانت، بل حافلات تأتي على الحدود الجزائرية وشفناهم يعني نراهم بالآلات، لم نتحدث على عشرات أو مئات، أصبحوا يتحدثوا عن آلات، يعني بعضهم يأتي من منطقة الكاف ومنطقة الجسرين على أرجلهم إلى مدينة الساقس تحديدا، يعني حتى الوجهة هناك من خط معظم يوصل هؤلاء، يعني عندما يأتون إلى الحدود نعم. هناك من يوصلهم إلى منطقة محددة، أصبحوا بمفردهم يتنقلون، يعني من أدرى شخص جاي من دولة ما بعد الجزائر وما بعد مالي يعرف مدينة الساقس وتحديدا مدينة العامرة، من أخبرهم بذلك؟ يعني حقيقة هناك يعني مافيات عصابات تتاجر في هؤلاء تجارة بالبشر هذه. أين الدولة سيدة فاطمة هنا؟ أين الدولة وأين الرئيس قيس سعيد؟ هذا هو السؤال، هذا هو السؤال الذي نريد جوابا عنه، يعني نسمع صوت برنانة ونسمع تشكيك، يعني مؤخرا هناك مواطن عندما زار رئيس منطقة العامرة يقول له ليس هناك دولة، فكان بالفعل ليس لا تقول أنا وليس هناك دولة، ولكن لم نسمع جواب عن حل هؤلاء المعضلة، يعني أصبح المواطن التونسي عندما استكى هو المستهدف وليست القضية، همش السؤال والقضية لجواب على سؤال هي شيء آخر، يعني حتى هناك عجز حتى في تلقي الأجوبة، يعني حقيقة أن الوضع تجاوز المنطق وتجاوز السياسة، يعني إذا صح التعبير تجاوز حتى السياسة. شكرا. يعني وكأنه أصبح حل مشكلتك وحدك. نعم. هذا هو الجواب، حل مشكلتك وحدك، تكهو فقط، يعني هذا هو الحل. واضح، مع كل أسف، وشفنا حل مشكلتك وحدك المشاكل التي خلقتها بعد ذلك من نوع من الاقتتال والاحتراب في بعض الأحياء. شكرا جزيلا سيدة فاطمة كمون، ناشطة في المجتمع المدني، كنت معي من تونس، شكرا جزيلا لك. أستاذ عبد الإله، هل يشكل وجود هؤلاء المهاجرين الباحثين عن عدم الاستقرار طبعا في دول شمال أفريقيا والباحثين على العبور، لكن مؤقتا هم موجودون هناك، هل يشكل مشكل مجتمعي حقيقة أم أن هناك مبالغة حينما نقول هذا الكلام؟ بكل بساطة الأمر يتعلق باختلاف على مستوى الثقافات، فالعديد من المهاجرين من إفريقيا تكون لديهم ثقافات تختلف عن ثقافات المواطني البلد المضيف، وهذا أمر نحن عشناه في المغرب. المغرب منذ 2014 تبنى خطة جديدة للهجرة واللجوء، وحاول إدماج الأفارقة المهاجرين داخل المجتمع المغربي من خلال تسجيل أو تسوية وضعيتهم كمهاجرين في المغرب وتوفير فرص العمل إلى حد ما. فعموما المغرب نستطيع أن نقول أنه خفف إلى حد ما من التوتر الذي كان المغرب يعيشه في بعض الحالات طبعا. فهذا الوضع في الجزائر ولا نجد لا في تونس ولا في ليبيا، ببساطة لأن الوضع يختلف جدا، الوضع مختلف. أولا كم المهاجرين الذين أصبحوا يجون إلى ليبيا وإلى تونس عبر ليبيا، عبر الصحراء الليبية وعبر الصحراء الجزائرية كذلك، أصبح كبير. لماذا؟ لأن المغرب أصبح عصيا على الاختراق من خلال حدوده الشمالية. فالمغرب لما قام بمراقبة قوية وشديدة على حدوده الساحلية، انتقلت الهجرة أو تدفق المهاجرين من المغرب إلى الجزائر وإلى تونس وإلى ليبيا. هذه الدول ليست لها سياسة محددة فيما يتعلق بالهجرة، نعم.
وتحاول التتعاطى مع الوضع ومع الإشكالية. هل أن برأيك أستاذ عبد الإله عدم الاستقرار السياسي في هذه الدول الأخرى كذلك هو أحد أهم أسباب وصول هؤلاء، لأنه ما فيش استقرار سياسي وبالتالي ليس هناك رؤية ولا أي مخطط لمواجهة مثل هذه الأعداد الكبيرة؟ وهذا ما كنت أود أن أصل إليه، يعني بمعنى أن هذه الدول بالنظر إلى غياب استقرار سياسي كذلك غياب رؤية سياسية لدى القيادات في هذه الدول مثل الجزائر مثلا، ليست هناك رؤية واضحة بإشكال، بالتالي ليست هناك خطة أو مخطط استراتيجي لمعالجة أزمة المهاجرين. طبعا أنا هنا أتحدث بتحفظ، لماذا؟ لأن المعضلة لا يمكن حلها بسياسة الهجرة واللجوء كما فعل المغرب بشكل مستدام أبدا. لماذا؟ لأن الهجرة هي حالة تدفق. نعم. ما معنى حالة تدفق؟ أنت أمام نهر جارف من المهاجرين. نعم. يتدفقون بشكل يومي تقريبا أو شبه يومي. نعم. المغرب حتى لو أننا نقول أو افترضنا أنه تبنى سياسة جديدة للجوء والهجرة إلا أنه لا يعني أنه نجح في هذا. لماذا؟ أولا المهاجرين لا زال عدد كبير منهم في المغرب لم يستطع تسوية وضعيته القانونية. نعم. المغرب يعاني من تكتلات المهاجرين في بعض البؤر، خاصة في الدار البيضاء، في وجدة، بأكادير وبمراكش. وهذه التكتلات المهاجرين تتسبب في بعض الأحيان في أزمات أمنية. لماذا؟ أنتم ذكرتم أنه تحصل هناك نوع من الصراع والنزاعات مع المواطنين المغاربة، وخاصة نحن نتحدث عن فئة من العاطلين ومن المعطوبين المدمنين، فالهجرة للأسف تتعلق بأشخاص في وضعية صعبة. نعم. فالتقاء المهاجرين مع فئة من المواطنين المدمنين والمشردين وما إلى ذلك يجعل من الوضع مكهرب وقابل للانفجار في أي لحظة. يعني هناك مشكل أمني كذلك، تقصد أنه إضافة المشكل المجتمعي الذي قد يسببه هؤلاء، هناك مشكل أمني كذلك في ظل غياب رؤية واضحة لمقاربة حقيقية واقعية لهذا المشكل. حتى يا أخي الكريم لا نستطيع أن ندعي أنه يمكن إيجاد رؤية واضحة في لحل المعضلة. نحن نتحدث عن تدفق، فالتدفق لا يمكن إيجاد حل له إلا بإيجاد حل للمنبع، حلول مؤقتة. نعم نعم نعم، حلول مؤقتة. نعم. إلى حد ما. نعم. لكنها بالمحصلة لم تستطيع وضع حد للمعضلة أو للإشكالية، إشكالية الهجرة. طيب نصر، دعني أسأل أستاذ عبد الإله نصر، هل الاقتصار على الحل الأمني الذي يفكر فيه الكل وهو أسرع الحلول تقديما وهو الذي توفر له الأموال والإمكانيات المادية، هل الاقتصار على هذا الحل هو حل في حد ذاته؟ سؤال بسؤال، يعني ربما أنا أكثر تأهيل للجواب عنه من الأخت فاطمة كمنون. نعم. حكم أني مستمع دولي لهؤلاء المهاجرين، وأعطيك يعني فكرة عن هؤلاء المهاجرين. نحن أحيانا نتحدث عن كيف تقوم يعني تقوم دول حوض البحر الأبيض المتوسط الإفريقية بصد الهجرة الإفريقية، فما بالك ونصف المهاجرين من شمال إفريقيا. نعم. ونصف المهاجرين من شمال إفريقيا دون السن الرشد، يعني أقل من 18 سنة، 14 و15، وعندنا والله يعني يدمى القلب وأنت تشاهد عائلة تأتي بمعاق وطفلين. يعني أذكر يعني كنت أنا مسؤول عن تسجيل التقرير، يعني طفلين ضعيفي البنية، واحد عمره 6 سنوات والثاني 9 سنوات، وفتاة نسيت ولكن تقريبا 13 سنة، 4 أطفال يرمي بهم والداهم ومعهم في القارب، مع عدد مهول جدا يكاد يكون ضعف
جيد. طاقة تحمل القارب. أخي هذا الأمر لا يمكن أن يصلح عن طريق الحلول الأمنية، لأنها منذ التسعينات وأوروبا تضخ الدراهم إلى القذافي وبن علي ومن جاء بعده، ولم يحصل إلى الآن ولا طريقة، يعني ما تطورت أي طريقة لصد ذلك، لأن هذه الحلول مفتوحة يعني تنطوي على مشاكل داخل هذه البلدان. نعم، هل ترى نصر، لأن الوقت انتهى، هل ترى أنه هناك عجز كذلك أوروبي على تقديم حل في دول المنبع نفسها، أم هناك عدم رغبة في ذلك محافظة على تلك الأنظمة لأنها تحقق لها بعض مصالحها وبالتالي تبحث عن حلول أخرى جانبية وهي تعلم مسلفا أنها ليست حلا حتى في التقليل من الهجرة مش في إيقافها؟ هو الكلام يعني فقط أنقل ما قلته من صيغة الاستفهام إلى صيغة يعني الجواب التقريب. أنه فعلا ما قلته صحيح. أضيف إليه شيء واحد وهو الذي أردت أن أضيفه. نعم. أخي، المافيا في أفريقيا وجنوب دول الصحراء هي مافيا، يعني لما نسمع عنها واضح. كيف تبتز الناس وعندها سجون عندها سجون في الصحراء جنوب ليبيا في تشاد، وفيها التصور أن هناك في تشاد يعني المناجم لاستخراج الذهب يشغلون فيها الأطفال القصر لمدة سنة حتى يجمعوا يصبح لهم مبلغ يعني رصيد يمكنهم من إيصالهم إلى ليبيا. صدقني يعني مافيا الحديث عنها طويل، ولكن أتمنى أن هناك فرصة أخرى. نعم. لأن المشكلة هي مشكلة عدم جدية الجانب الأوروبي وعدم أهلية حكام بلداننا إلى أن يقوموا بالدور المناسب من أجل تهدئة الأوضاع وإشراك المواطن في أن يشارك في السلم الاجتماعي. نعم. وهذه المافيا كلها عناصر يعني الحقيقة تجعل المشكلة يعني عويصة جدا. شكرا جزيلا لك نصر الحدوري، موظف بوكالة غوث اللاجئين في إيطاليا من مدينة نابولي. أشكر كذلك الأستاذ عبد الإله الخضري رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان من الرباط. الشكر موصول إليكم مشاهدينا على حسن المتابعة، ونلقاكم الأسبوع المقبل في موضوع آخر في المغاربي. نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.